مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم آخر تطورات الإعصار دوريان مساء هذا اليوم 2/9، حيث كان قبل يومين يصنف من الدرجة الرابعة وتطور وأصبح أقوى يوم أمس وأصبح يصنف من الدرجة الخامسة، واستمر اليوم الاثنين بالدرجة الخامسة وقوة تدميرية كبيرة ورياح أيضا مدمرة أثر على جزر البهاما وخاصة المناطق الشمالية من جزر البهاما بقوة أو بتصنيف الدرجة الخامسة، وهو أعلى تصنيف حسب تصنيف سفير سيمسون للأعاصير. هذا الإعصار يستمر في حركته نحو الغرب باتجاه سواحل فلوريدا، وأيضا راح يكون موجود أو من ميزات وتطوراته ومن صفاته أنه قيم الضغط الجوي في مركز هذا الإعصار هو 916 ميلي بار، أي نسبة قليلة جدا أو ضغط جوي منخفض جدا، وسرعة الرياح وصلت ما بين 140 إلى 150 عقدة، أي كانت بحدود تقريبا أو ما يقارب 270 كيلو متر في الساعة. وزي ما حكينا يصنف هذا الإعصار من الدرجة الخامسة، وهو أعلى درجة تصنيف حسب تصنيف سفير سيمسون، ويمتاز بقوة مدمرة، مركز ذات قيم ضغط منخفضة جدا، وأيضا سرعة الرياح المصاحبة له سرعة شديدة جدا، وصلت ما بين تقريبا 270 إلى أقل من أو بحدود 300 كيلومتر في الساعة. موقع الحالي المداري أو هذا الإعصار دوريان حاليا موجود في يوجد عند خط عرض 26.7 شمالا، وعند خط طول 78.2 غربا، وبالتالي هذا الإعصار هو بطيء الحركة بطيء جدا. سرعته كانت صباح هذا اليوم بحدود 5 عقدة، يعني بحدود حوالي 8 كيلو متر في الساعة. تباطأت سرعته وأصبحت بعد ظهر وعصر هذا اليوم بحدود 1 عقدة، أي يعني بحدود تقريبا 1.8 كيلو متر بالساعة أو ما يقارب 2 كيلو متر بالساعة. إذن هو بطيء الحركة، وهذه ميزة من ميزات هذا الإعصار، مما يزيد أو يبقي فترة طويلة في المنطقة اللي بيأثر عليها ويزيد من القوة التدميرية لهذه المنطقة. حركة هذا الإعصار يوم الثلاثاء غدا يواصل حركته باتجاه الغرب والشمال الغربي، بيأثر على السواحل الشرقية للولايات المتحدة، خاصة ولاية فلوريدا وولاية جورجيا من الفئة الرابعة، وهي أيضا قوة ذات هذا الإعصار بيكون بهذا التصنيف ذات قوة تدميرية كبيرة، سرعة الرياح كبيرة جدا، صحيح أنها بتنزل أو تقل عن 270 كيلومتر بالساعة، بتكون بحدود ما بين 220 إلى 240 كيلومتر في الساعة. أيضا قيم الضغط الجوي ترتفع قليلا في مركز هذا الإعصار، ويومي الأربعاء والخميس يواصل حركته أيضا باتجاه الشمال، لكن أيضا تصنيفه يقل إلى الدرجة الثالثة، وبالتالي تقل سرعة الرياح ممكن توصل لحدود 180 بمعدل 180 كيلو متر في الساعة، وبيكون على سواحل ولاية جورجيا وسواحل ولاية كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية. يوم الجمعة أيضا بيكون بحدود يقل تصنيفه إلى الدرجة الثانية، تقل سرعة الرياح إلى ما يعادل 150 كيلومتر بالساعة، وتزداد قيم الضغط الجوي فيه أيضا قليلا، وبيكون على تقريبا السواحل الشرقية لولاية كارولاينا الشمالية. يوم السبت أيضا يواصل حركته باتجاه الشمال والشمال الغربي، وبيكون من إعصار من الدرجة الأولى، أي تزداد قيم الضغط الجوي فيه وأيضا تقل سرعة الرياح، وممكن توصل سرعة الرياح المصاحبة له بحدود 115 إلى 120 كيلو متر في الساعة، بيكون تقريبا غرب ولاية بنسلفانيا وغرب ولاية وولاية نيويورك، وبيكون يتمركز في المحيط الأطلسي. المخاطر التي يسببها
هذا الإعصار نهار هذا اليوم في جزر البهاما، ومن المتوقع أن يسبب أيضا مخاطر في سواحل الولايات اللي حكيناها، السواحل الشرقية ووسط بعض هذه الولايات، ولاية فلوريدا وولاية جورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية. بعض هذه المخاطر أنه يصاحب هذا الإعصار، هو صحيح بطيء الحركة، حركته بطيئة، لكن الرياح المصاحبة له قوية جدا مدمرة، سرعتها تصل إلى 270 كيلومتر بالساعة، تلحق وألحقت دمار في شبكات الطاقة والاتصالات في المناطق الشمالية من جزر البهاما. أيضا ينتج عن هذا الإعصار أو يسبب أمطارا غزيرة جدا وارتفاع منسوب المياه وحدوث الفيضانات، خاصة في المناطق الساحلية، في خاصة عندما يقترب من الشواطئ الشرقية للولايات المتحدة، خاصة ولاية فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية والشمالية. وأيضا هناك ارتفاع للأمواج، وصل ارتفاع الأمواج في بعض السواحل في المحيط الأطلسي لحدود ما يقارب 7 متر. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع السلامة، ومن طقس العرب لكم تحية.